الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وبه إليه حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وبه إليه حدثنا أبو بكر محمد بن أبان، حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو سمى لكفاكم. وبه إليه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده فيحمده عليها.